لو الحكاية فيها إن فيدي. طيب هروح لفكرة موضوع المسلمين الأجانب في مصر. تمام. ليجو فكرة المسلمين الأجانب في مصر، وإحنا كنا بنتكلم على إن هم بيجوا بفرق. تمام. وده بيكون في أزمة بالنسبة للعازفين المصريين. تمام. أنا في واقعة حصلت مع راغب علامة في القلعة، كان افتتاح الام بي سي. ام بي سي مصر. كان جايبين راغب علامة او صابر الرباعي وإيمان البحر درويش، الأستاذ إيمان. يوميها منعنا الأستاذ إيمان يغني مبدئيا. ما طلعش على المسرح، والشركة قالت لي خلاص مش هنطلعه. وفعلا ما طلعوش. جه الأستاذ راغب علامة عايز يطلع. المفروض هو كان بيدفع الأول 25,000 جنيه. كان نسبة بتاعته 25,000 جنيه للنقابة. هي 20%. لا هو 20% دي لا هو كانوا مقدرين له كده. كان في عندنا كشف بيبقى فيه كل مطرب كده 25,000 جنيه في الحفلة في مصر؟ في مصر. فطبعا الحفلة مش في الفرح مثلا، في الحفلة أو فرح سي، هو بالنسبة له حتى في مصر زي اسكندرية أجنبي بيجي من بره كده. فجينا لقيت معاه موسيقيين. الموسيقيين كلها لبنانيين. أنت كفنان لما تيجي تخش لبنان مكتوب في جوازك فنان لازم تدفع 500 دولار سواء هتشتغل أو مش هتشتغل. تخش لبنان كده يروحوا للنقابة. طبعا 500 دولار للفرد اللي هو في بطاقته مكتوب فيها فنان. انا بدخل ب 25 دولار مكتوب فنان. طيب يوميها عملنا مشكلة وخدت منه 65,000 جنيه تحصيل و 35 من صابر الرباعي. طبعا دي الام بي سي ليهم علاقات، كلموا ناس. فقلت له طيب انت عايزني ارجع الفلوس؟ ماشي مفيش مشكلة، بس قول تعليمات الدكتور فلان. قال لي لا احنا المفروض بناخد منه 5. قلت له ده معاه موسيقيين وانا عديتهم وحسبت ان الواحد ب 500 دولار زي ما بيعمل. المهم ايه، سبتك عليه 50,000 جنيه وصابر الرباعي برضو كذلك ونانسي 50 وهيفاء 25 عشان هي موجوده في مصر وحسب بقى النزول، لكن هم دول اعلى حاجه. فقلت طب احنا ليه عشان 25,000 جنيه بناخدهم في السنه مثلا لما بيجي مره؟ طب ما احنا نجيب نص الموسيقيين لو جه اكتر من مره في يدفع نفس المبلغ يدفع. يعني واحده مثلا زي نانسي بتعمل افراح كتير في مصر. تمام. لا انا بتكلم على افراح. تمام. لما تدفع 25,000 جنيه لا بتدفع 50. 50,000 جنيه؟ طب هي هتاخد كام اصلا؟ 70,000 دولار بس، وهيفاء 55,000 دولار. هيفاء 55,000 دولار في الحفل الفرح في الساعة؟ تمام. في ساعة الا ربع مش في ساعة. ونانسي برضو 70 وعلى حسب كمان. يعني راحت اسمها المؤتمر الاقتصادي كان في شرم الشيخ. واخدة 110,000 دولار. مراقبة معانا وطيارة خاصة وبتاع والكلام ده. وفي النهاية الناس الفرقة قالوا احنا جايين، يعني هي واخدة انا جبت الفرقة قلت لهم انتوا جايين؟ قالوا لا احنا جايين حبا في مصر وحبا في الزعيم. غير فلوس. ومتصور وعندي التصوير بتاعهم هما بيقولوا كده. هما قايلين غير فلوس.